هذا واحد يقول كنت واقف عند بوفيه وكان في بنت وكانت في بنت واقفه تنتظر طلبها. المهم يقول طلعت 10 ريال وكتبت رقمي عليها كتبت رقمي على 10 ريال ها الترقيم الجديد واعطيتها وقلت لها هذه العشرة طاحت منك. فيقول الغبيه ذي راحت خلت العشرة وحاسبت حاسبت فيها راعي البوفيه. يقول المشكله مو بينا، المشكله ان اليماني صاحب البوفيه من الساعه 12 الليل الى الصبح ويرسل لي ملاحظات صوتيه. في الملاحظه الصوتيه اسمع كيف المقلقل يا قلبي. كيف المقلقل يا قلبي. يزدان والله انا يزدان ما جاء قال لك تكتب رقمك. والله يا اليمن اني احبكم حب لا يعلم فيه الا الله كلكم واحد واحد. كيف المقلقل يا يا الله استغفر الله يا رب. كل ما قلنا بطلنا نضحك.